اسمحوا لي ان انا اخرج هنا يعني مده دقيقه. احنا كنا اطلقنا النداء ده او الفكره ديت او الحاله دي حاله الحوار الوطني في ابريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهارده اسمحوا لي اقول لكم ان الدكتور ضياء اداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى ال 90 توصيه ومقترح. وانا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا احنا محتاجين. أولا أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين إن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر. في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة السطر. إحنا لما بدأنا الفكرة، اتفضل دكتور ضياء، اتفضل. لما بدأنا الفكرة ديت يعني كنا في الأول بنجد شكل من أشكال يعني لسه بدايه الموضوع يعني، فكان في اخذ و يعني كان في شكل من اشكال. لكن بعد كده في متابعتي للحوار خلال الشهور والسنتين اللي فاتوا بصراحه لقيت ان احنا بقينا عندنا فرصه اكبر، وبنتكلم بشكل وبنتواصل بشكل افضل، وبنقدر نستوعب بعضنا البعض، لان بقت حاله. وانا عشان كده بقول ان احنا يعني خساره كبيره ان احنا ما نستمرش على النتائج الرائعه اللي تحققت ونبني عليها اكتر ونتكلم في كل شيء. وانا عايز اقول لكم دايما لما بنتواصل وبنتحدث مش شرط ابدا ان احنا نتفق، يعني مش لازم نتفق، بس احنا ممكن نختلف وارائنا تبقى مختلفه ووجهات نظرنا مختلفه ويتبقى التطبيق العملي. وهنا يعني عايز اقول ان المسؤولين مهم جدا جدا ان هم يعرضوا، لان هم عندهم بيانات وعندهم حقائق قد لا تكون متوفره يعني اثناء النقاش مع كل اللي بيقوموا بالحوار دوت. فده مهم ايضا ان احنا نستمر في الحوار. ويمكن الموضوع المهم قوي اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، احنا اتكلمنا في 7 محاور، لكن انا عايز اقول احنا طرحنا واتكلمنا في خلال السنتين في موضوعات كثيره، منها الاقتصادي ومنها المجتمعي ومنها حتى قلنا يعني الانساني والثقافي والديني يمكن. لكن في المرحله اللي احنا فيها دي في تحديات كتير بانت خلال على الاقل 6 شهور اللي فاتوا، يعني لسه كنا واحنا في مرحله فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحله دي اللي هي بتمس منطقتنا احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض اكتر، لان احنا ممكن نجابه اي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره. بان هنا يبقى الكتله مصر، الرأي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، ان هي تبقى فاهمة ان في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، لان احنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي احنا بنعيشها في منطقتنا وفي الاقليم وفي العالم، واكيد هيبقى ليها تأثير. كل ما نكون احنا يعني الكتلة صلبة وصمدة ودعمة لينا هنقدر نجابه اي تحدي او اي مخاطر ممكن تكون يعني مش عايز ازود كتير في النقطه ديت واسيب لكم انتوا الكلام فيها يعني، لكن عايز اقول احنا بقى لنا 6 شهور، في 6 شهور من 7 اكتوبر للنهارده، في 6 شهور، واتصور ان خلال 6 شهور دول في كثير من الامور يعني اتضحت لينا كلنا. فاحنا محتاجين نستمر في الحوار والموضوعات اللي ليها تاثير كبير قوي على حياه الناس زي الموضوعات الاقتصاديه مهم ايضا ان احنا نفرد لها شريحه اكبر ووقت اكبر عشان شوفوا لو الناس فهمت الناس مين؟ الناس كلها، الناس اللي هي كل شرائح المجتمع عرفت الحكايه
صدقوني هتبقى داعمة، هتبقى قادرة، هتبقى صامدة، هتبقى صابرة في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه. والحقيقة دي مش عايز اقول تجربتي، لكن انا كنت حريص جدا خلال الوقت اللي انا بقيت فيه مسؤول معاكم، بقول معاكم مش عليكم، بقيت مسؤول معاكم عن الدولة دي، ان انا اتكلم معاكم بكل صراحة وبكل شفافية، وما خبيتش عنكم حاجة ابدا من اول يوم ولغاية دلوقتي، وهنستمر كده. فمهم قوي ان احنا نخلي الناس كلها تبقى شايفة معانا، وما نقولش ان احنا بس يعني المفكرين فقط هم اللي عارفين، المثقفين فقط هم اللي عارفين، المسؤولين فقط هم اللي عارفين. لا، المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسؤول. فأرجو ان احنا يعني نستمر، والموضوعات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها اكتر. والحالة ديت حالة انا بقول بأقدرها وبسجل تقديري واحترامي لكل رأي ولكل مشارك فيها، بصراحة بسجل كل تقديري واحترامي لكل من شارك واللي هيشارك ان شاء الله مستقبلا. يعني معانا جميعا ان شاء الله، ان شاء الله قلبي حديد. بالله طبعا ما قلب حديد بمين. اسمعوا انا يعني عشان ما اخرجش كتير من الكلمه اللي بنقولها. ويخليكي ويخليكم كلكم، انا لما بقول الكلمه ديت معناها ايه؟ معناها بالناس. يعني ما كنتش عايز اخرج قوي كتير كده عن الكلمه بصراحه، بس عايز اقول لكم على حاجه. يعني في السنين اللي فاتت لما كان بتحصل، وانا ما اقصدش لما استدعيها دلوقتي ان انا اقول يعني اسقاط على حاجه والله، لكن كان في ايام صعبه جدا عدت علينا، وكان كل حاسه بتحصل جوه مصر في اي حته، في الصعيد، في القاهره، في اسكندريه، وفي شمال سيناء، ويسقط فيها مصريين مدنيين او حتى من الجيش والشرطه او كده، يعني كان صعب علينا كلنا. لكن انا كنت شايف الناس، وانا قلت الكلمه دي قبل كده والله، انا في خلال المده اللي فاتت كلها، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ازاح عنا هذه الغمه ورب ما يرجعها تاني، لكن انا ما لقيتش مره واحده خلال لقاءاتي، وجدت كتير سواء في الجيش او في الشرطه او حتى في مناسبات اخرى، ما لقيتش سيده مصريه، زوجه كانت او ام، يعني وجت قالت لي كلمه يعني تألمني على موضوع سقوط ابنها شهيد او مصاب. ما حصلش. الصلابه جايه من هنا، القلب الحديد مش جاي ان انا انسان. لو جيت اهلي مش داعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع احنا بنعيشه، انا هتأثر مفيش كلام. لكن كان دعم الشعب المصري للحالة ديت اللي قعدت اكتر من 9 سنين، 9 سنين. ولما بقولها النهاردة في يوم زي ده، ما اقصدش ابدا غير ان انا بسجل الاحترام والتقدير والامتنان والإعجاب بكل مصري ومصرية. ربنا شكر. وقدرنا عشان كده نكمل ونتجاوز المرحلة دي. في ناس كتير قعدت، في دول قعدت تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة وما نجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانة جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب.
لكن ما كانش عندي شك ابدا في الناس، انا بقول الناس اللي هو اهلي اهل مصر، ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله 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 تحيا مصر والدنيا كلها والوجود بالله ان شاء الله. شكل جدا. متشكر جدا. واحنا معاكم، احنا معاكم، احنا انتوا بتخلونا اخرج خالص من الكلام كده. وانتوا طيبين، وانتوا طيبين، وانتوا طيبين. انا بس عايز متشكر، متشكر. نعم. متشكرين، متشكرين. فالمهم انا عايز اقول لكم، عايز اقول لكم على حاجه يعني حاسمه في حياه اي مسؤول. ما فيش مسؤول قوي الا بناسه، وساعه لما ناسه تتخلى عنه خلاص، لو عنده كرامه يسيبها ويمشي. طبعا لو طول ما ده موجود ما فيش مشكلة أبدا لأي مسؤول في الدنيا. الناس المسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم، بناسهم. احنا طيب خلاص بقى، ارجع بقى للكلام، مش فيش فايدة. طيب، ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ثالثاً، وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. يعني هطلع هنا دقيقتين بس في النقطه دي، لان احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي في عمليه البقاء والبناء، والبناء اللي احنا قلنا ان احنا نحافظ على الدوله انها ما تنهارش وما تضيعش مننا وتضيع ويبقى في اقتتال. وعملنا شغل على الارض عشان تبقى معالم دوله تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه. ولكن النقطة اللي انا بذكرها دلوقتي، ده جهد كبير جدا احنا مسؤولين كلنا ان احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة. فاحنا يعني برضو لما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الامر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل احنا جادين في هذا الامر، مش بنقوله كلام هنا بنطرحه ثم مش هيكون في برامج واضحة وقوية تحقق لنا الأهداف دي.